مملكة دقمدة بلد وين أيا وحا أو هل كاسي كب اللابية هولا لغو سوغي يو أمان كا مقالة بلد وين أو كساب سانا هولا هدريسين تا وحانا ووريها سومالي تشانل عثمان آدن عرايس كسو ورمايا إن دادكا كودا قن مقالة بلد وين أي أرين تاسي سودا وين وكان عثمان أو فافاهين تا وركاسي إنو هيا howlahan dirisaynta ay bilaabeen maamulka degmada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan ayay ugu talagaleen in la tirakoobo dadka ku dhaqan magaalada baladweyne isugu xiro ilaa ay kontan qoys taasoo maamulku ay ku macneeyeen inay qayb ka qaadan doonto sugada amaanka magaalada baladweyne xarunta gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada baladweyne Cabdi Bashaar Aadan mar uu amurtaasi ka hadlay waxa uu yiri waa mid ka bisa ee lagu sugi karo amniga بقالها عافيماتك أرمها بوشلة غراسي إيه دمان نقال أما حركاتك بلدك تصور وحركتها يبقى تبوشوية الصومالية نوعينا ذكر الدول أقوية أنها أرضي ذا إذا ماذا بوليس يملتري إيه دمان الشغال فائدة الأولى هي وحاكمة سود أمني هنا نقارئين عافماتين وحبرشلين مركا الأولى يعني كوف كردتك معنا وحوائد ما قال لك بلد ولاد وحروبش يعني تنوشا كنت تنوش مع برمي حيابها أساس من تقاعي سمينا ما كان قال أو حكيم أو تمرسونا بلد وينا أي تنوشا كنت تنقف وادي الله أنا أعرف صارني وحا أيهين أنت أرضي أنت متقارنة جا أو كان أرضي ذكر دون جامعة لها مع هذيلا سكولة ذا قوسة ذا سرع شقارة سيدو كل واحد كاسكا الله قدوم يكوين كدق ماذا تنك مالية بشير دوري وسنا كور بعيي أهمية ده هوشان يعني يقول له هاي برشادو كل دخل مقالة ذا بردويني هلا كيف يبغاتان مشروع عن قريين تتركوبك يديوان قريتا كراسي ذكر دون مشروع ومشروع ملا بنان سيدو هو أمرتي إلى الأساس من الدراسات بدرس تحبلو ده إيه سوق على ثي وهاي نكون كل سنة هنا إنه هيلون ده يلا عفي سب هو أخوي عنا ولا بديك سنة جامعة ده إنه مريت ريس كأمام قرر ده حفظ قاريس وها حكومة شن مالك يا أخوي عن أو كل سنة ثيالة وعمد ها مشروع أه برجو شادر وبس محد هو أه مالك تي أو تدريت الفسوا وعقلته تدريت الكلام أحمد بس ما عبد الله أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك waa markii ugu horeysay magaalada baladweyne laga sameeyo howl dirisayn ah taasoo soconaysa tobar lagu siinayay dhalinyaro reer Hiiraan muddo 3 bilood ah sidii markaas ugu soo shaqeyn lahaayeen oo shani saakay ayaa lagu arkay caafadaha kala duwan ee magaalada baladweyne dhalinyaro iyaga wadato qoraalo kala duwan kuwaas oo ay ku tirakoobayeen caafadaha inta qoys ee caafadaasi degan ama ku soo hoyataa si loo ogaado cidii qoys waliba ku soo korodha ismaan aadan arays TV عالمي Somali Channel بلدوي